خير عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة ونهار جديد يا رب، ونهار إن شاء الله كله خير وتفاؤل وستر من عند ربنا. الأزمة اللي احنا فيها والابتلاء اللي احنا فيه بتاع كورونا إن شاء الله بإذن الله هيعدي، ولا هو أول ولا آخر ابتلاء. طول ما احنا عايشين في الدنيا دي وطول ما الدنيا لسه مستمرة في ابتلاءات، كل ابتلاء بيعدي على البشر بيبقى فيه رسائل ليهم، وكل ابتلاء بيعدي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتعلم منه. هو هيعدي ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله هيعدي بخير وبأقل الخسائر. طيب احنا دلوقتي اللي عدى علينا في فيروس كورونا ده، في حاجات حلوة حصلت لنا بغض النظر عن الوحش بتاعه، بس في حاجات حلوة حصلت في حياتنا جميلة. يعني أنا بتمنى من ربنا إن الحاجات دي تفضل تدوم بعد ما الفيروس إن شاء الله ينتهي على خير. حاجات زي إيه؟ اتعلمنا النظافة اللي هي المفروض أساس حياتنا دايماً، النظافة اللي هي أساسا المفروض تكون هي دي محور حياتنا دايما، طبعا مش بالأوفر اللي احنا بقينا فيه، بس الطبيعي النظافة. يعني حتى احنا الإسلام حسنا على ان احنا نغسل ايدينا قبل الأكل وبعده، أول ما ندخل من باب البيت لازم نغسل ايدينا لأن بره مليان فيروسات لا حصر لها. دخول البيوت بالجزم، كان في ناس بتدخل مع ولما تيجي تروح عند حد يقول لك معلش اقلع الجزمة بتاعتك، كان يقول لك ايه ده، ايه التخلف اللي انت فيه ده. دلوقتي غصب عن الكل بيقلعوا. اللي حاصل بقى في البلد، الكافيهات والقهاوي اللي قفلت، يعني بصراحة الموضوع ده جميل جدا. يعني هو احنا ليه في الطبيعي ما يبقاش فيه ميعاد محدد لفتح المحلات وقفلها؟ القهاوي ليه فعلا ما نمنعش الشيشة؟ يعني احنا ادينا بقالنا هو داخلين في اسبوع، يعني في اسبوع عدى علينا الحاجات دي ما في مش موجودة في حياتنا. جرالكوا ايه؟ متوا؟ الدنيا وقفت؟ يعني احنا محتاجين فعلا ان احنا المحلات تقفل بدري وتفتح بدري، بدل ما هي بيفضلوا سهرانين ل 12 وواحدة بالليل ويفتحوا على الظهر واحدة واتنين وناس تفتح العصر. احنا محتاجين نظام في حياتنا، النظام اللي احنا فيه دلوقتي ده محتاجين ان هو يبقى سيستم حياتنا بعد كده، مش فترة وهتعدي. ربنا بعت لنا الفيروس ده اللي احنا فيه، الابتلاء اللي احنا فيه، ان احنا نتعلم من اللي احنا بقينا فيه. يعني احنا دلوقتي في نظام في حياتنا، احنا محتاجين النظام ده يبقى ماشي طول الوقت. الكباريهات اللي قفلت دي حاجة جميلة جدا، يعني نتمنى فعلا ان احنا بلدنا ما يبقاش فيها كباريه، ان احنا بلدنا ما يبقاش فيها نايت كلاب. يعني الحياة مش بتقف عليهم، الحاجات اللي هي كانت بتغضب ربنا فعلا يا ريت ما نرجع لهاش تاني. المسلسلات اللي وقف تصويرها اللي هي كانوا بيبلونا بيها في رمضان، والنفوس اللي هي ربنا يهديها ويصلح حالها بتبقى ضعيفة، بتقعد تتفرج عليها بتشيل في ذنوب بدل ما بتستغفر ربنا وبتصلي وتتقرب من ربنا. مفيش مانع أبدا، أنا ما بقولش ما نعملش مسلسلات، لا نعمل، بس حاجات هادفة، قصص، حاجات محترمة ما فيهاش أي إباحية، ما فيهاش مناظر مثيرة، ما فيهاش عري. نعمل فن مفيش أي مشكلة، بس فن محترم، فن هادف إن أنا بقدم منه رسالة بتوصل للناس إن يستفيدوا منها، مش بساعد على الفجر والانحلال اللي بقى في البلد. السعودية طبعا وإنه جت من عند ربنا في أول سنة فتحوا الحفلات والديسكوهات، اتقفلت لهم بالضبة والمفتاح، تمام، ترجع نفسها وترجع تاني. السعودية اللي ليها الوقار وليها المكانة الدينية اللي كانت عليها، حاجات كتيرة بدأت في حياتنا بتحصل، نتمنى إن هي تستمر لأنها حاجة كويسة.
المنصات التعليمية اللي وزارة التربية والتعليم عملتها، والله أنا شايفاها إن هي حاجة كويسة، وإن لازم الناس تساعد على إن فعلا الموضوع ده يستفادوا منه، علشان خاطر موضوع الدروس الخصوصية ده اللي كان دبحنا. إحنا كنا مضيعين فلوسنا في إن إحنا بندفع مصاريف مدرسة وبندفع عليهم الدروس الخصوصية، بنبقى عاملين يعني ده مصروف تاني. يعني نحاول نستغل الحاجات الكويسة اللي حصلت لنا في حياتنا، نحاول كل حكومة وكل رئيس دولة يراجع نفسه، بلاش الحاجات اللي فيها بتسبب غضب لربنا. احنا كانت الذنوب غطتنا. قاعات الأفراح اللي ملهاش أي لازمة، هي فيها إيه لما الناس تتجوز من غير ما تدفع دم قلبها في مصاريف فرح؟ فيها ايه كده لو اتجوزتوا مع بعض كده في هدوء وحفلة صغيرة ورحتوا اتفسحتوا وعشتوا حياتكم؟ يعني في حاجات كتيرة حلوة قوي، يعني نراجع نفسنا عشان الوباء ده كده يعدي ان شاء الله، وهو ان شاء الله هيعدي. يعني انا املي في ربنا كبير، وهيدخل علينا رمضان ان شاء الله وكلنا متعافين منه بإذن الله. يعني نحاول نساعد بعض، نحاول نبقى كويسين، نحاول ما نرجعش للسلبيات اللي كانت موجودة في حياتنا، نحاول ما نرجعش للحاجات الغلط، الحاجات الحرام، لأن فعلا ربنا يعني أكيد كان يعني غضبه زاد قوي، كان زعلان مننا قوي بدليل اللي احنا فيه. الحمد لله على ابتلائه، والحمد لله ان هو ابتلانا عشان يطهرنا. يا ريت كلنا نستفيد من البلاء ده، نرجع عن اللي احنا كنا فيه. يعني اتمنى ان اشوف البلد فعلا في احسن حال، يعني تفضل مستمرية عن اللي هي فيه، ان المحلات تقفل بدري، الانحلال يبقى فيه دايما رقابة، يبقى فيه دايما كل واحد يقوم بشغله، الناس بقى تفوق والضماير تصحى. احنا يعني كان الضماير، معظم الضماير الا من رحم ربه كانت ماتت. يعني بالنسبه لطلبه الجامعه، البنات اللي رايحه تتعلم اللبس اللي هي بتروح بيه ده مش لبس جامعه، فلازم الجامعه تحط قواعد الطلبه تمشي عليها، ان اللبس، ان الجامعه ليها لبس محترم، مش اي لبس وخلاص. انا رايحه اتعلم مش رايحه كباريه. بلاش المحزق، يا ريت البنطلونات المحزقة تتمنع، اللبس يبقى واسع، ما يعني ما بيصفش الجسم كده، مش محزق. الميك اب اللي بيتحط، بتروح الجامعة فول ميك اب، حضرتك انت رايحة تتعلمي مش رايحة تصطادي عريس. يعني بالله عليكم البنات يبقى في رقابة عليها من البيت، الاهل قبل الجامعة، الاهل لو اهلها سمحوا لها تنزل كده، الجامعه ترفض تدخلها كده. يوم ما وقت طالبه تروح الجامعه بلبس ما قاتنج، مبين جسمها، لبس قصير، لبس عريان، الجامعه على طول تقول لها روحي، لما تيجي باللبس المناسب بتعالي، لما تبقي حاسه ان انت جايه طالبه تتعلمي تعالي. الولاد برضو بلاش البنطلونات اللي هي البنطلون الساقط والمناظر العجيبة اللي بنشوفها في الولاد والحلقات الغريبة. احنا محتاجين، يعني محتاجين رجالة. الجيل ده بقى فيه حاجات غريبة كتير الواحد بيشوفها بصراحة وبيقرف منها. البنات برضو اللي هي بتبقى محجبة والحجاب القصة طالعة، واللبس أساسا مش بتاع حجاب، يعني برضو نتمنى ان الحاجات دي تختفي من حياتنا. الواحد بقى بيشوف حاجات عينيه بقت بتتعب من كتر ما بيشوف، بيبقى هاين عليه يبص للي هي عامله كده، والله يقول لها ايه القرف اللي انت فيه ده؟ ازاي اللي في البيت ابوكي اخوكي جوزك ازاي ما شافكيش وانت نازله وقال لك ما تنزليش كده؟ المدرسات في المدارس برضو، يعني يا ريت الاداره تقول لهم، والاداره كمان يعني المديرات يكونوا قدوه، ان لبسها تبقى محترم. المدرسه انت جايه تدرسي، فيا ريت تيجي بلبس محترم، لان انت قدوه ومثل للطلبه اللي انت بتدرسي لهم. يبقى لو سمحتي حجابك يكون محترم، لو انت محجبه، مش محجبه، لو سمحتي لبسك يبقى محترم، بلاش الميك اب الكامل ده. حضرتك بيحطي ميك اب في بيتك براحتك، وانت خارجه مع جوزك حطي براحتك، وانت خارجه لوحدك انت حره برضو، لو اللي في البيت سامح بكده.
محتاجين يبقى في رقابة على أولادنا. السهر للولاد يا ريت، يعني ما فيش داعي خالص الولاد تسهر بره، لأن ده بيبقى مجال لفتح البوظان والانحراف. الأهالي اللي بتسمح لبناتها إن هما يتأخروا بره بالليل، يعني ما ينفعش أصلا بنت ترجع البيت يعني بعد، هقول إيه، بعد 10، نخليها 10 تمام، بس المفروض البنات يبقوا في بيتهم من بدري، والولاد كمان، عشان فترة الليل دي يعني كلها الشياطين بقى بتطلع فيها، والغلط كله بيبقى في الليل. فيا ريت نحافظ على أولادنا، ويا ريت نبقى حياتنا أحسن من كده، ويا ريت نراجع نفسنا، ويا ريت الأمهات والأبهات اللي هم طحنين نفسهم في الشغل واللي مسافرين وسايبين عيالهم، عمر الفلوس ما هتعوضكوا لو ولادكوا دي ضاعت. نقعد نركز مع أولادنا، ويعني إحنا بنشتغل علشان خاطر نعمل لهم حياة كويسة. إحنا مش لازم نشيل ونخزن، إحنا مش ضامنين بكرة في إيه، إحنا مش ضامنين إن إحنا اللي بنشيله ده هيبقى ايه المقابل بتاعه. مش لازم نخزن يا جماعة، نعيش يومنا ونسيب بكرة ده لربنا. واتمنى كده ان فعلا الناس تفوق من الغفلة بتاعتها وترجع وتبقى كويسة يا رب ان شاء الله.